انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لراقصة بالي سورية وهي تؤدي رقصات داخل أماكن أثرية في مناطق مختلفة من معالم دمشق القديمة وأسواقها. وبررت راقصة البالي يارا خضير اختيارها أداء رقصاتها في هذه الأماكن بأنها قلب دمشق وصورة العاصمة الحضارية، وأوضحت أنها أرادت من خلال هذا الفيديو إيصال رسالة للعالم عن سوريا بأنها رغم الحرب ما زالت تنبض بالحياة والفنون. Targets associated. Storm dominates this morning in the early hours of this morning. They're just horrific. It's coming out of Syria.